أعتقد إن كل واحد فينا حياته تنفع تبقى عمل درامي، لأن كل قصة حياة ممكن تنفع عمل درامي، لأن فيها كل الحاجات، فيها ضحك وفيها عياط وفيها فرح وفيها حزن وفيها مجتمع وفيها كل حاجة. لا بتاع 6 أجزاء. أنا أعتقد إن أنا درامتي اجتماعية. دراما اجتماعية والله. مسألة الأكشن دي، كل الأكشن بتاعي وأنا بجري بين ولما ببقى برقص بجري عشان أروح أغير هدومي، فعندي حوادث مرعبة يعني، سلكي خلينا طير، حاجات كده، عندي أكشنات مرعبة في الـ في الـ في الحالات دي. فده هيبقى الجزء الأكشن كله عامل كده. انتوا بتسمعوا دراما شخصية مع الفنانة دينا. عندي برضو مواقف تموت من الضحك، وعندي مواقف إنسانية، عندي مواقف إني أم، عندي مواقف إن أنا بطبخ كويس، فأنا ست بيت شاطرة. دي حاجات ما بره الفن والناس ما تعرفهاش. عندي إخوات كتير وعندي عيلة، بينا وبين بعض مليون موقف يعني، ولأننا مختلفين قوي يعني. إحنا أساساً نضحك، أختي الكبيرة منقبة وأنا برقص، وأختي اللي بعدها بتشتغل السفارات يعني وكده، واللي بعدها إعلامية زي حضرتك كده، معدة، وواحدة مدرسة، وواحد بيشتغل في برا مصر، بيشتغل في واشنطن، اللي بيحضر ماتشات الكورة، الدوري والحاجات دي. فكلنا مختلفين، فلو قعدنا مع بعض بقى هنبقى كوميديا موت يعني. انتوا بتسمعوا دراما شخصية مع الفنانة دينا. علي بيعمل رعب في البيت فظيع، دايما يخش يخض دايما. لا بس انا بخاف من الرعب يعني، انا ما بحبش الرعب. أكيد في سسبنس، لأن كل حاجات بتنتظريها بتبقى سسبنس يعني. في حاجات بنبقى مستنيين نتيجة الأستاذ علي، كلنا يعني خلاص يعني هنموت لحد ما تيجي النتيجة، وبعدين خلاص. فده السسبنس القوي في الحياة اليومين دول يعني. أكيد يعني أنا ست اتجوزت كتير، فأكيد في رومانسيات كتير في حياتي. انتوا بتسمعوا دراما شخصية مع الفنانة دينا. لا هو انا لو هتكلم على حياتي انا، اكيد هيبقى بطولة فردية مش بطولة جماعية، لان بس لازم يبقى في ناس كتير، لان هو فعلا في ناس كتير في الحياة. انما علشان المواقف أغلبها ليا، فلازم يبقى بطولة مطلقة. من ساعة ما جاء علي بقى في بطولة مشتركة، وأمي كمان في بطولة مشتركة طول العمر يعني. أبوي الله يرحمه كان بطولة مشتركة يعني. بصي برضو ممكن تبقى بطولة جماعية. بصي هو في حاجات في الدنيا أقدار يعني، بيبقى قدرك كده، أو حاجات بتجيلك انت مش مخيرة فيها، انت مسيرة، فبتبقي كومبارس غصب عنك. وبتضطري بقى تعالجي المواقف دي بدماغك بعد ما تبقي كومبارس فيها يعني. تستني لحد ما تقع الطوبة على دماغك، وبعدين تبتدي بقى تعالجي، تخيطي، تشوفي هتعملي. لو كنت ضيفت شرف يبقى هو مش مهم قوي في حياتي يعني، يبقى حد مش مهم قوي في حياتي. انما لو هعمل دور مؤثر يبقى هو شخص مهمة في حياتي، فلازم أكون في دور مؤثر جدا بالنسبة له. إنما ضيفة شرف ده هبقى يعني حد كده عادي يعني، مش مؤثر. لا ممكن يبقى مشهد واحد بس ممكن يكون مؤثر. انتوا بتسمعوا دراما شخصية مع الفنانة دينا. إني أكون زي المخرجة مش باينة في الصورة، لا ما أعتقدش.
يعني ما اعتقدش ان انا شخص ممكن يكون بيعمل حاجات كتير مش باينة. لا اكيد، بس في حاجات لي انا لا اكيد، في حياة كل الناس اللي حواليا اكيد انا بعمل زي المخرج بالظبط بقى تو دايركت كل الحاجات، بس انا مش واضحة في الصورة. لا عندي كتير احبهم يكملوا معايا غير اهلي. عندي صحاب حميمين جدا، عندي صحاب من ايام الجامعة وعندي صحاب من ايام المدرسة، فلا اتمنى يفضلوا موجودين واتمنى يكملوا معايا لاني من غيرهم ما اقدرش اعيش. طبعا في ناس كتير قوي في حياتك دخلوا كومبارس كمان وكملوا بقوا ابطال، وفي ناس دخلوا ابطال وراحوا، مش بس بقوا كومبارس لا راحوا تمام. في واحدة في حياتي جات لي في وقت كنت ضعيفة جدا فيه ووقفت جنبي وقفة قوية جدا، وما كنتش ساعتها يعني كنت أعرفها معرفة عادية يعني من الأهل. النهاردة بقت أهم شخصية في حياتي، لا في زيادة عدد كتير قوي في المسلسلات كلها. انتوا بتسمعوا دراما شخصية مع الفنانة دينا. ضيف شرف ساب بصمة في حياتي. طيب في بصمات كتير قوي في حياتي، يعني في بصمات نقلتني رغم انهم مش اصحابي، يعني مثلا نقلت فيلم المنسي بتاع عادل امام. عادل امام مش صديق، هو نجم كبير انا بحترمه جدا، انما هو انه اختارني واختارني باسم دينا، وانه ساعتها كانت يعني كان بالنسبه لي فتحة خير، نقله مهمه جدا في حياتي. في ناس كتير أثروا في حياتي جدا. سامح الباجوري لما أنا اتعرفت عليه ما كانش حاجة في حياتي، وعمل لي أهم فيديو كليب في حياتي، وجاب لي طبعا أحلى ولد في الدنيا، وكانت بصمته خفيفة ومشي، يعني دي كانت بصمة صغيرة ومشي. لا في بصمات كتير في الحياة الحقيقة. انتوا بتسمعوا دراما شخصية مع الفنانة دينا. في نقلات في حياة الواحد، يعني مثلا مسرحية ألاباندا. مسرحية ألاباندا دي ما كانتش بتاعتي، كانت لوسي هي اللي بتمثل فيه، وقبل العرض بيوم مدام لوسي اختلفت معاها، فكلموني كنت بشتري سمك، والله رايحة بشتري سمك ومروحة على البيت، قال لي تعالي على المسرح دلوقتي عصام، تعالي على المسرح حالي. فجريت رحت له لأن أنا بحبه كعيلة، يعني بحب عادل وعصام وولاد عادل بحبه. فجريت رحت له قال لي احفظي لي الاستعراضات، حفظت الاستعراضات، قال لي عملت بروفة على الدور 24 ساعة وكنت بعرض، وكنت فضلت أسبوع 10 أيام بعرض بهدوم بتاعتي لحد ما أفصل هدوم للمسرح، ونجحت نجاح فظيع، ودي وعملت بصمة برغم إن هي كانت بالصدفة. ما تقدريش تقولي أكتر من كده، إن هي كان ممكن يوميها يكلمني ما ردتش، يعني كان مكالمة تليفون تفرق. في حاجات كتير قوي حصلت للواحد، الواحد خايف ينسى لأن الناس كتير ليها بصمات عند الواحد، خايف ينسى حد. مثلا عادل أديب أما اقتنع بيا أن أنا ينفع أعمل دور داعشية، دي كانت نقلة في الوطن العربي، أنهم كانوا دينا الحلوة الأمورة اللي بتمثل، ففجأة لقوني حاجة تانية خالص فابتدوا يقتنعوا أني ممثلة، فدي بصمة قوية. طبعا انا اعتقد ان من البصمات اللي عدت، بس محمود عبد العزيز انا كنت بحبه بيرسونلي يعني، انما اعتقد ان لما كنت اشتغلت معاه كنت هبقى ندمانه، زي ما انا ندمانه على اني ما اشتغلتش مع نور الشريف لاني ما جاليش الحظ. يعني في حاجات كتير بتعدي عليكي في حياتك بصمات حلوه. انتوا بتسمعوا دراما شخصيه مع الفنانه دينا. يا لهوي ماستر سين، فيها مليون ماستر سين، نقلات كتير ونقلات، بس عايزة أقولك على حاجة، ما فيش ماستر سين في حياتك ما بيعلمكيش حاجة. وأنا بشوف البني آدم من وجهة نظري يعني، اللي ما توجعش ما يحسش،
ما يبقاش بني آدم، يعني يبقى شخص. إنما الأدمية بتجيلك من كتر الوجع ومن كتر التجارب ومن كتر الضحك كمان، بتبني شخصيتك. فالماستر سين أكيد بيضحك قوي أو بيوجع قوي، فأكيد عندي منه كتير. أنا ما بفكرش أبداً إن أنا أشيل مشاهد في المونتاج، لأن حياتك زي ما هي هم الـ 24 إرادة واخديهم. فما أعتقدش إنك لو شلتي حاجة إنك مش هتاخدي أوحش منها، احتمال تكون أوحش. فأتمنى إن من غير مونتاج. لو كان بإمكانك إنك تاخدي تيك تاني علشان تحسني مشهد، أوكي، بس ده ممكن ينفع في مسلسل بتمثلي، بس ما ينفعش في حياتك. بصي، أنا بالنسبة للمنافسة، يعني أنا مش ضد المنافسة، أنا ضدها لو كانت بشر، لو عشان أموتك علشان أنا أطلع، لو هركب فوق دماغك علشان أنا أبقى موجودة. إنما طول ما أنا بنافس بروح رياضية بطريقة محترمة، أنا ما عنديش مانع من المنافسة أبدا، حتى لو كانت مع الأصحاب. أكيد ممكن نغير أدوارنا في المسلسلات، بس ما نعرفش نغير أدوارنا في الحقيقة، لأن دورك بيبقى فيه جزء من مسؤوليتك، والمسؤولية مفروضة عليك. انتوا بتسمعوا دراما شخصية مع الفنانة دينا. حياتي لا والله نفسي لا، عشان كده لما بيجي لي يعني انا ما لعبتش في حياتي دور الشريره خالص، عشان كده لما بيجي لي دور شريره بستمتع. طبعا مسلسل حياتي اكيد شهد دور مركب، يعني لان في ايام كانت النفسيات فيها بتبقى صعبه وتركيبتها صعبه، وعشان تخرجي من حاجات كبيره بتحسي ان انت شخصيه مكلكعه الاول، وبعدين تبتدي تفكفكي لحد ما تخرجي من اي مشكله. شخصيتي اتطورت على مر الاحداث جدا، بقيت يعني زمان كنت عصبيه موت، يعني ممكن انط من كتر العصبيه. دلوقتي بقيت اهدى كتير، بقيت understanding، بقيت بفهم اكتر يعني، وبدي اكسكيوز اكتر، بدي اعذار للناس اكتر، بس بلهم مساحة يفكروا إذا كانوا غلطانين ولا لا. كل ده ما كانش عندي. لا، أنا يعني اللوك في حياتي العادية لا بعمل له مجهود، لأن أنا معروف عني يعني أني بعرف ألبس كل حاجة في مكانها. يعني لو أنا نازلة رايحة مكان محتاجة عباية هلبس عباية، ولو رايحة مكان ألبس شورت هلبس شورت. فأنا عارفة أنا ألبس إيه فين. بالنسبة للارتجال والمشي على النص، لما تجيلك كلمة حلوة من حد من غير ما تتوقعي منه بتنبسطي. واحد مثلا يوقفك يقولك دينا انت بقيتي ممثلة قوية قوي، انت مش متوقعة منه ده، بتبقي حاسة بمنتهى السعادة. فالارتجال في الحياة حلو، بيعمل لها لون. المخيرة او المصيرة، طبعا انا بحب المخيرة اكتر، لان المصيرة احيانا توديكي في حتة انت مش عايزة تروحيها، بس لا مجال ان في حاجات انت مسيرة فيها وغصبا عنك هتوقعي في الحفرة اللي هناك. مفيش هزار، دي حاجات اقدار. مواقف الناس ونهايتها بتتعلق بمدى العلاقة. انت عايزة ايه من العلاقة دي؟ عايزة تسيبيها مفتوحة؟ عايزة تقفليها تماما؟ عايزة تسيب الباب متوارب؟ عايزة تنهي الحياة خالص؟ عايزة تنهيها بس يعني تسيبيها كده؟ عندك كل الاختيارات، وكل شخصية ليها نهاية معينة، والحاجات كلها بتنتهي على فكرة. مفيش حاجة للآخر بتفضل، لا أنا شايفة الشر بينتصر على الخير، مفيش الخير بينتصر خالص، الخير ده غلبان خالص. أسمي المسلسل بتاعي حقيقة امرأة.